حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم، وهذه الإطلالة الجديدة من خلال قناة الرافدين وبرنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. هذه المرة إلى الأردن العزيز تحديدا من المفرق، معنا الشاعر محمد العموش. حيا الله القيصر، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، حللت أهلا ونزلت سهلا. محمد العموش أهلا بك في بيت القصيد. مساء الخير أستاذ مصطفى، مساء الخير لك ولكادر قناة الرافدين الرائعة، مساء الخير لجمهور الشعر العربي من المحيط إلى الخليج. هي فرصة سعيدة أن أكون قمرا صغيرا في سماء الشعر وسماء الرافدين، لك التحية مجددا. بل أنت قمر كبير شعرا وأخلاقا أستاذ محمد. في البداية وقبل القصيدة الافتتاحية، كيف حال الشعر في زمن هيمنة التكنولوجيا؟ كيف تراه؟ تفضل بكل حرية. الشعر كان وسيبقى نابضا وسيبقى جميلا وسيبقى أسراب من السنونوات والفراشات الجميلة، نعم، وسيبقى أيضا مخالب وأنياب لدفع الظلم ولتحقيق الحرية، رغم أنه قد يمر في كل فترة بمرحلة من الخفوت، لكن هذا الخفوت لن يطفئ شمس الشعر أبدا. فالشعر باق ما بقيت اللغة، ما بقيت الحرية، ما بقي الجمال، ما بقيت اللغة العربية. ما بقيت اللغة العربية وما بقي الجمال، يبقى الشعر. الآن محمد العموش، وإن كنت أعرفه وصديق عزيز وكذلك جمهور عريض من الوطن العربي والأردن كذلك يعرفه، إلا أننا نريد أن نعرفه أيضا على الجمهور العراقي فيعرفه، أو يكون هناك تبادل تعارف ما بينك وما بين الجمهور العراقي الذي يتابعنا. حبذا لو بدقيقة تحدثنا عن محمد العموش بالطريقة التي تحب، وما الذي تود أن يعرفه عنك الجمهور العراقي وكل من يحب قناة الرافدين ويتابع بيت القصيد. تفضل قل ما تحب. أقول سمو في الوصال وفي الفراق، سمو في الوصال وفي الفراق، ولو عبروا على دمه المراق، لأني كلما احترق الضلوع يفوح الأصل مسكا في احتراقي، لأني أشمخ النخلات رأسا وذو رطب فريد في المذاق، جريح كالفرات أفيض حزنا ولكني عظيم كالعراق. جريح كالفرات أفيض حزنا ولكني عظيم كالعراق. أنعم وأكرم بمثلها من افتتاحية. أستاذ محمد العموش، حبذا لو تحدثني عن طموحك الشعري، وإن كان فيه شيء من رجاء مرتقب أو أمنية، بكل حرية قل ما تحب. ربما أقول ذلك شعراً على رداً على هذا السؤال. قل ما تحب نثراً أو شعراً، كلنا شوق. قل ماذا ستترك بعد موتك شعرا؟ إن القصائد لا تخلد ذكرا، أقتلت نفسا بالسهاد زكية، لا أنت نمت ولا شهدت الفجر. قدري بعثت إلى الضلالة شاعرا، أعظم بمن حمل الأمانة قدرا، أرضى من العمر الجفاف بزهرة أهدى لعاشقة فأحيا عطرا، وأكون مسمارا بأصغر مقعد ولدت به للحب أول ذكرى، سيكون ديواني رسولا بينهم، فلقد أحط بما لديهم خبرا، أرضى أكون على المنافي خيمة دفئا لطفل في اللجوء وسترا، وأكون منديلا لأصغر دمعة في جفن أم بالمواجع حرا، قد يشعل الثوار بيت لاهب مما تركت من المواقد جمرا،
أطعمت جوع البحر لحم غوايتي، وطلعت في ليل المواكب بدرا، حسبي إذا قصرت عمر قصائدي، ما طاف لي بيت وعظم قصرا. الله الله، ما أجملك ما أجملك. محمد العموش رقم صعب، وهذا رأي كثيرين بمن يتابعونك ويحبونك ويفضلونك على كثيرين. على أي حال، أريد الآن إجابة صريحة وواضحة منك، نثرا وإن كان شعرك فيه من الجمال ما فيه. ما الذي يحتاجه الشاعر حتى يعينه هذا الشيء الذي يحتاجه حتى يعينه على مواصلة الطريق والدرب ومشواره الشعري باعتقادك؟ أكثر ما يحتاجه الشاعر بعيدا عن الأدوات الشعرية حتى يستمر، هنا نتحدث نحن عن الجانب النفسي والدعم. الشاعر يحتاج كأي إنسان مبدع أو كأي إنسان غير طبيعي لنقل، لأن الشاعر غير طبيعي باتفاق. نعم. الشاعر الذي يرى الأشياء بعينه الشاعرة ليس كباقي البشر. نعم. لذلك الشاعر يحتاج بالدرجة الأولى شيئين، خارجي وداخلي. أما الداخلي فهو أن يكون متمكناً من أدواته، متمكناً من لغته، مطوراً للغته، لخياله، لتصاويره. صحيح، وهذا فرض عين على كل شاعر. نعم نعم، هذا مفروغ منه. بالنسبة للشيء الثاني، يحتاجه الشاعر كي يصل وكي ينتشر وكي يكون على قدر الحدث، يحتاج إلى الإعلام حقيقة. نعم. الطائر لا يحلق إلا بجناحين، وأعظم هذه الأجنحة هو جناح الإعلام. أحسن. ولذلك من هنا أوجه تحية كبيرة بحجم القصيدة لقناة الرافدين التي حملتني اليوم. أشكرك. غمامة بيضاء جميلة إلى ذوائق المشاهدين وإلى الجمهور العربي والعالمي وإلى شخصك الكريم شاعراً. أشكرك ومحاوراً. أشكرك أستاذ محمد العموش، إنما هذا واجب الرافدين وواجبنا ودورنا ومهنتنا، وهذا يعني حقكم علينا لا مكرما. طيب الآن وبكل صراحة، وقبل أن نذهب إلى أولى القصائد، لأنني أعود نفسي بعد لم أسمع منك شيئا، لأنني دائما أكون على شوق إلى كل جديد من محمد العموش. قبل القصيدة الأولى أود أن أطرح عليك سؤالا ملغوما نوعا ما. الشاعر الذي لا يتفاعل مع قضايا أمته وتجده يصطف دائما إلى جانب مصلحته على حساب مصلحة الشعوب أو على حساب طموحاتها ومساعيها، باعتقادك هل مثل هذا النوع يخلده التاريخ، أم أنه أي التاريخ كفيل بأن يفرز الصالح من الخصوم أو الطالح؟ تفضل. سيدي بصراحة أنا لا أتخيل، لا أستطيع أن أتخيل شاعرا ينحاز ويتقوقع على مصلحته الشعرية الشخصية. ربما لو كان نجارا، ربما لو كان حدادا، لو كان طبيبا، ربما سيتقوقع على مصلحته الشخصية ويجري خلفها، هذا شيء طبيعي. نعم. لأنه يريد أن يبدع في هذا المجال، النجارة أو الحدادة أو الطب أو غيرها، ليحصل المال أو يحصل السمعة. نعم. لكن الشاعر ليس ملك نفسه، الشاعر ليس ملك نفسه، وما دام أنه ليس ملك نفسه والشعر يصطف اصطفاء، فلو كان الشعر يحصل بالجهد الشخصي لوجدنا مئات الآلاف من الشعراء. أحسنت. لأن هناك الأذكياء في العالم كثيرون جدا، والشعر لا يحصل بالذكاء، الشعر هو موهبة من الله تعالى، هو هبة، هو اصطفاء، وما دام أنه اصطفاء فينبغي عليه أن يكون ناطقا غير رسمي وناطقا شعبيا باسم أحلام الناس وآمالهم وآلامهم ممتاز. ما يطمعون إليه، بحيث أنه هو القادر على الغوص في هذه الأمور. جميل. والتعبير عن هذه الأحلام، هذه الرؤى، هذه الآلام، هذه الآمال. فكيف يترك الشاعر تكريما إلهيا وشعبيا قد خص به، ثم تقول لي يركض أو يتقوقع على مصلحته الشخصية؟ أحسنت. أنا لا أستطيع
أن أتخيل هذا. وأنت دائما تصطف إلى جانب المظلومين وذوي الأحلام التي تستحق أن يكون لها مساحة من الحرية والتحقق على أرض الواقع، ومنها أحلامك الشخصية أيضا. الآن إلى أحلامنا نحن، وأولى الأحلام وهي القصيدة الأولى التي ستقرأها علينا، إلى أولى القصائد مع محمد العموش. تفضل شاعرا مجيدا بارعا، كلنا شوق إلى جديده. الذاكرة بدأت تخون، اقرأ ما تحب. نعم، قصيدة أو أبيات لأمي. تفضل. ومنها إلى أمهات العالم جميعا. نعم. أقول: صديقين كنا قبل أن تصبحي أمي، وقبل اكتشاف النار، وقبل اكتشاف الورد إغفاءة الشم. الله صديقين كنا قبل أن تصبحي أمي، وقبل اكتشاف الورد إغواءة الشم. الله. وقبل اكتشاف النار آنست جمرة، عشية أشعلنا الوداعات بالضم. وقبل احتلام الريح جئتك زورقا، وقبل نضوج المد والجزر واليم، مسحت ببرد الكف جيب قميصه، وخبأت شمس الشعر والحزن في كمي. صديقين كنا كيف صرنا ثلاثة، أنا والمنافي والمطارات يا أمي. الله. صديقين كنا كيف صرنا ثلاثة، أنا والمنافي والمطارات يا أمي. أنا والمنافي والمطارات يا أمي. هل من نهاية لهذا المنفى على المستوى الذاتي باعتقادك؟ هل يمكن أن يكون لهذه المنافي والأوجاع من نهاية؟ أم ربما أنت تستمتع مثلا بمثل هذه المنافي لتكتبها شعرا؟ قد يقول قائل، هل هذا يحصل؟ لا أنكر أنني أستمتع نوعا ما أتلذذ بالحزن والألم. قد يكون هذا الحزن أو الألم ذاتيا في ظاهره، نعم، لكنه عام وعالمي، فأنا أنبثق وأنطلق من ذات الشاعرة إلى العالم الكبير. نعم. فعندما أتكلم عن الأم، عن الفراق، عن الحزن، عن الأحلام، فإنني لا أدور في فلك ذاتي. نعم. بل أبدأ من برعمي الذاتية لأنطلق إلى فضاء العالم الرحب الذي أرجو أن أكون قد مثلته خيرة فيه. محمد العموش، أنت مبدع في إجاباتك كما أنت مبدع في كلماتك، وهذه ليست شهادتي فقط وإنما شهادة كثيرين من المحبين ومن المستمعين، ولا شك في ذلك. دعني أسألك سؤالا غريبا نوعا ما، باعتقادك القيمة الأسمى التي ينبغي أن تكون حاضرة في تجربة كل شاعر صاحب مشروع، أسمى القيم التي ينبغي أن تكون حاضرة بشكل دائم؟ أستطيع أن أذكر ثلاث لك ذلك. الحق، الزيادة في الخير جميلة وهي خلق الحسن. الحق والجمال والحرية. الحق على اختلاف ترتيبهم، قد يرى بعضهم أن الحرية تسبق الجمال وتسبق الحق، ويرى بعضهم أن الحق يسبق الجمال والحرية، ويرى بعضهم أن الجمال يسبق الاثنتين، لكنها حلقة واحدة. فلا جمال دون حرية، ولا حرية دون حق، ولا حق دون جمال. لكن لا يصح أن يسقط أحدها الآخر. نعم. نعم. هي ثلاث قيم: الحق، الجمال، دائرة الحرية. واحدة. نعم، جميل. نعم، لا يستطيع أي شاعر أن يتخلى عن واحدة منهن، ولا أن يحلق دون واحدة منهن. الحق والجمال والحرية قيم عالية وإنسانية وسامية جدا، ننشدها في القصيدة الجديدة كلها أو جلها أو شيء منها. تفضل وقصيدة جديدة مع محمد العموش شعرا من جديد. أنا تفضل. والشعر من عمري سرقنا. يا الله. أنا والشعر من عمري سرقنا،
أتينا للحياة فلم تطقنا. يا الله. ولدت قصيدتي وولدت منها ومن جهتين لا جهة عققنا، وخبأنا فسيلتنا شتاء، تلمضنا الربيع ولم يذقنا، وكنا في الهوى حطبا وزيتا، وكان الوجد جمرا فاحترقنا. نعم صرنا رمادا غير أن تماهينا بذلك ما افترقنا. وكنا البحر أصغينا لوحي، فلما جاءنا الأمر فلقنا. سلوا عما رأى جبل القوافي، لأن بالتجلي قد صعقنا، فما في جبتي إلا رؤانا، ولا مرآة إلا ما عشقنا. وشاغبنا الحياة وشاغبتنا، وطال نزاعنا حتى أفقنا، فلم نعلم على ماذا اختلفنا، ولم نسأل على ماذا اتفقنا. الله الله الله. فلا نعلم، فلم نعلم على ماذا اختلفنا، على ماذا اختلفنا، ولم نسأل على ماذا، اتفقنا. أنا والشعر في محراب صبر، ومن ثمر النبوءة قد رزقنا. إلى امرأة ستأتي عام قحط، تفتش في السحاب وقد برقنا، تؤول آلنا مطرا زلالا، لنصرخ في الفيافي قد عتقنا. سنقلق راحة المنفى، لأن على موت بلا وطن قلقنا. سنقلق راحة المنفى لأن على على موت بلا وطن قلقنا. على موت بلا وطن قلقنا، وما أصعبه من موت وما أقساه من وطن للأسف. حدثني الآن عن أكثر ما يؤلم الشاعر بشكل عام وبصورة ذاتية من روح العموش بشكل خاص، تفضل. المقلقات كثيرة يا سيدي. أولاً قد يكون الشاعر، نظرة الناس إلى الشاعر على أنه مخلوق خارق للعادة. نعم. أنه لا يتعب، لا يمرض، لا يحزن، لا يقف في. لكن أنت تتفق معي ومع بعض أصدقائك، أنت تتفق معي أنا العموش خارق للعادة، أليس كذلك؟ هذه شهادة أعتز فيها. هذا ما يؤمن به كثيرون وأنا منهم والله. هذه شهادة أعتز بها منك ومن كل من يشهد بهذه الشهادة. هذا حقك علينا، تفضل أكمل. أدري هذه الشهادة. لكن العموش بالنتيجة بشر. هذا البشرية في الوجه الآخر للشاعر، هو يتعرض للألم، يتعرض للتهميش، يتعرض لليأس، هو يحزن، هو ييأس، هو يتعرض، يدفع فواتير الكهرباء. هل تغضب أحياناً؟ هل تغضب كثيراً؟ هل أنت رجل غضوب؟ لا لا، أنا لا أغضب كثيراً، أنا طويل البال واسع الصدر، ولكنني إذا غضبت أذهب إلى أبعد الحدود. يا الله. لكنني مرح بطبيعتي، صدقني، برغم كل ما يبدو على ملامحي أو على قصائد من الحزن، فأنا أكثر إنسان يحب النكتة، وأكثر إنسان يتقن إلقاءها، وأنا أشهد على ذلك. كثير الأمل أشهد. نعم. عليه، وأشهد الأحبة من المشاهدين عليه، أنك رجل مرح طيب خفيف الظل، عظيم الشعر، ثقيل المعرفة وواسع الاطلاع. ثقيل المعرفة أقصد بمعارفك وعلومك، وليس أنك ثقيل على من يعرفك، حاشاك. الآن أريد منك أن تحدثني بصراحة عن موقف ما استطاع الغضب فيه أن يتخذ منك أسيرا، بصراحة. والله قبل قليل إذا تابعت صفحتي على الفيس، كان في مسابقة قامت وزارة الثقافة الأردنية بمناسبة مئوية الدولة. مشكلة محمد العموش أنه صريح بكل شيء حتى على الهواء، تفضل. وأنا شاركت في هذه المسابقة لأن الحدث عظيم، فبلدي الأردن الحبيب. نعم. ووطني يستحق مني أن أقدم له قصيدة أرجو أن تنال إعجابه. أكيد ولا شك. ومشكلة الفوز والخسارة هي في آخر الحسابات، فأنا لا أسأل كثيرا إن كنت فزت أم خسرت،
لكن للأمانة طالبت على صفحتي بإعلان القصائد الفائزة ونشرها للجمهور وللمشاركين، فقلت لهم إذا كان نشرت هذه القصيدة القصائد الفائزة الأربعة، فإذا نشرت هذه القصائد ورأيت أنها أسمى وأعلى من قصيدتي فسأبارك لزملاء الشعراء وسأشكر وزارة الثقافة وأشكر لجان التحكيم. لكن إذا تطرق احتمال صغير إلى أن قصيدتي كانت تستحق الفوز فسيكون غضباً، أجزم أنه سيكون عاصفة، ليس لأجل الجائزة يا أستاذ مصطفى وللجمهور الكريم. نعم نعم. أرجو أن يعلم الجمهور والمستمعين والمتابعين احترام الذائقة، احترام المستوى، أن نكون صادقين في النقد، صادقين في الطرح والتعبير. هي جائزة للوطن، عندما أنت تكتب للوطن وتشعر أنك قد مسؤولية عظيمة أكيد. نعم، أنك قد أجدت في الكلام عن وطنك ثم تحيد قصيدتك، هنا التحييد ليس للجائزة، هم لم يحيدوك عن الجائزة، هم حيدوك عن الوطن، وهذا ما لا أقبله إطلاقا. قد أقبل أي شيء، أن لا أعطى جائزة من منتدى، قد أن لا يطبع لي منشور أو ديوان، لكن عندما إذا وصلت الأمور إلى أن قصيدتي كانت تستحق الفوز ثم حيدت بأي وسيلة ما من المحسوبية أو تدخل واسطات وغيرها، فسيكون غضبا بحجم الوطن، بحجم محبتي للأردن ووطني. ما رأيك أن تتلو علينا تلك القصيدة إن كان يصلح؟ هل بإمكانك ذلك؟ إذا أحببت أترك الخيار لك باختيار تلك القصيدة التي شاركت بها في المسابقة الوطنية في الأردن، أو اختيار أي نص آخر تحب أن تهدئ ذاتك وذوات من يحبونك ويتابعونك. طالبوني على الفيس بنشر هذه القصيدة، وقلت سأنشرها مع القصائد الفائزة لذوائقكم، لكنني احتراما وتقديرا لقناة الرافدين ولجمهورها ولك شخصيا شاعرنا وصديق الحبيب، سأقرأ جزءا من هذه القصيدة. تفضل. الشاهدان المجد والميدان، الشاهدان المجد والميدان، لا الصافنات كبت ولا الفرسان، ولد الطموح على فخامة قدرهم، وهم على قدر المطامح كانوا. الله. كانت من البدء الرؤى علوية عرجت بها الأفعال والأذهان، نزلت بسدرة منتهى آمالنا وأقامها في ظله المنان. هذه سماؤك بالصقور محوطة، والماء زمزم والتراب جمان، هبوا إلى فجر الكرامة فتية، معركة الكرامة في الحادي والعشرين من آذار أذاق فيها الجيش الأردني العدو الصهيوني المرارة. أقول صدقت. وعلى التخوم من الليوث بواسل، فليخسئ الإرهاب والطغيان، هبوا إلى فجر الكرامة فتية، ولهم بوعد إلههم إيمان، ولقد سقوا آذار صف ونجيعهم. الله. فاحمر من دحنونهم نيسان. الله الله، ما أجملك ما أجملك يا محمد لبوش، ما أجمل هذا الإحساس، هذا الانصهار بتربة وماء الوطن العزيز الذي تحب الأردن وهو عزيز علينا كذلك. صدقت شعرا وصدقت نثرا وصدقت انتماء، قصيدة جميلة جدا هكذا رأيتها، وأكيد يشاركني هذا الرأي الكثير ممن يقدم ويقدر الكلمة السامية. عموما هذا الجمال لا يمل منه ولا يشبع منه أكيد. سنبقى معك شاعرنا الأردني الجميل محمد العموش، لكن سنذهب إلى فاصل قبل أن نواصل. مشاهدينا الكرام، سنخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلاً وسهلاً بكم. وهذه الحلقة من بيت القصيد، ولمن التحق بنا متأخراً، ضيفنا من الأردن، تحديداً من المفرق الشعر الأردني المتميز حقاً، محمد العموش. أهلاً وسهلاً بك يا قيصر الأردن وجميل الملامح شعراً ونثراً وإنسانية. مرحباً بك في بيت القصيد مجدداً. محمد، إذا كنت تسمعني أريد منك الآن مباشرة. نعم، وأنا أسمعك كذلك. أريد منك الآن أن تخبرني وبكل صراحة عن طموحك الشعري، أو ما الذي تتوقع أن الشعر يريده منك. أجب بكل عفوية كما توقعت، أو كما أتوقع وكما اعتدت عليك. طموحي الشعري، أقول أطمح أن أكون ناطقاً شعبياً بلسان العشاق، بلسان المهمشين، بلسان طلاب الحرية، بلسان الدراويش، بلسان الأمهات، بلسان المغتربين، بلسان عشاق الحرية والوطن والجمال. عندما يقتبس أحدهم أبياتاً لي أو يستشهد بقصيدة لي، فإن هذا سقف ما يمكن أن أحلم به على الصعيد الشخصي. وهذا ما نحلم به، وكل التواقين إلى الجمال، الذواقين اللغة العالية، وهذا ما نرجوه دائما، أن يمنحك الشعر ما تبحث عنه وزيادة، فأنت أهل لذلك وتستحق. محمد العموش، نريد قصيدة جديدة هذه المرة، تفضل. اسمح لي أقرأ مقطوعتين صغيرتين لكذلك، أبيات صغيرة. لا مشكلة. أقول: شيء من البن، شيء من البن، في شيء من الرطب، للياسمين الذي في البال لم يغب، عضت على جرحها بغداد. الله. والتفتت لنزف جلقة ممتداً إلى حلب. عضت على جرحها بغداد. والتفتت لنزف جلقة ممتداً إلى حلب. يا الله. وأخت ذي يزن أبناؤها اختلفوا على طريقة قتل الأم والسلب، خرت ثلاثة أقمار وقد دثرت، ماذا تبقى من الأمجاد للعربي؟ ماذا تبقى من الأمجاد للعربي؟ تبقى لهم مثل هذا الجمال وهذا الألم المعجون بالأمل، على أمل أن يستعاد هذا المجد يوما، وما ذلك على الله بعزيز. وأظن أن في الناس والعرب والمسلمين والإنسانية ما يمكن أن يجعل مثل هذا الحلم حقيقة، لا سيما في زماننا. إلى المقطوعة التالية، تفضل. كنت أجلس كثيراً مع أبي والدي الذي خاض ثلاثة حروب، نعم، في فلسطين دفاعاً عن الفلسطين والقدس وعن الأردن. وكان كثيراً ما يمسك بمسبحته متكئاً على وسادته يحدثني عن القدس، عن جبل المكبر، عن الأطرون، عن نابلس، عن الخليل، عن رام الله. وكنت أرى الدمع في عيونه، دمع الشوق، دمع الحب. فقلت أبياتا ثلاثة، قلت: على مرفق القلب حين اتكى، وقال إلى ربنا المشتكى، وحرك كامن أشواقه هوى القدس، يا طول ما حرك وأسبل دمع الجوى ناضجا، فيا لوعة الشيخ لما بكى. فيا لوعة الشيخ لما بكى. حدثني عن قيمة الأب والأم في القصيدة، وكيف للقصيدة الوجدانية أن يعني يزيد بريقها ولمعانها إذا ما كان الحديث فيها عن الأب والأم مثلا. في والدي من والديه روائح، في والدي من والديه روائح، وبه
من الزمن الجميل ملامح في ظهره 70 عاما داميا وبصدره أحلامنا تتصافح. يا الله. في ظهره 70 عاما داميا وبصدره أحلامنا تتصافح، في صوته مما يخبئ بحة، خنق الأسى نصفا ونصف فاضح، وله جبين كالعروبة مرهق، لكن بوصلة الحياة تنافح وتكاد تقرأ في صحيفة وجهي: يا أيها الإنسان إنك كادح. الله الله، ما أجمل هذا التناص. في صحيفة وجهي: يا أيها الإنسان إنك كادح، وله ببطن الليل خلوة يونس، وله النجوم زاهرات مسابح، ولوالدي كالطيبين عيوبه، لكن أصغر ما بها متسامح. لكن أصل رمادها متسامح. يا الله، ما أجمل. أنا في محطات القصيدة تائه، ورق يظللني وحبري راشح. الله. خففت من عبء البلاد، فليس لي وطن على وجه الحقيقة واضح. وطني القصيدة كلما روضته قلب الهدوء علي بيت جامح. وطني القصيدة مجددا، كلما روضته قلب الهدوء علي بيت جامح. إني أتيت إلى الحياة سياحة، ماذا يعبئ في الحقيبة سائح. يا الله يا الله يا الله يا الله. إني أتيت إلى الحياة سياحة، ماذا يعبئ في الحقيبة سائح. لا تسأليني أن أحيلك موطنا، لا يصنع الأوطان شعر نازح. لا يصنع الأوطان شعر نازح، لكن الشعر النازح قد يبكي دما على الأوطان يا العموش، أليس كذلك؟ هذه مهمته، أن يسافر بين الجراح، وأن يسافر بين الخيام التي تغرب أهلها وشرد أهلها دون وجه حق، ليمسح نعم. على وجوههم وأيديهم، ويكون ضمادة صغيرة لهذه الجراح. نصيحة توجهها إلى مختلف الشعراء من أجل التشبث بالمبدأ في زمن ضياع المبادئ للأسف، ماذا تقول؟ كما قلنا سابقا أن الشاعر يصطفى اصطفاء، والشاعر أصلا لا يستطيع، أنا لا أستطيع أن أتخيل شاعرا يدور في ذاتيته فقط. الشاعر الذي لا تحركه بسمة طفلة ليس شاعرا، الشاعر الذي لا تؤرقه خيمة لاجئ أو مشرد ليس شاعرا، الشاعر الذي لا تهزه حناجر المطالبين بالحرية والجمال ليس شاعرا. فالشاعر ينحاز لهذه الرسالة، وإلا لن يكون شاعرا أصلا. نعم. الآن أريد أن تعطيني رأيك الفني ببعض القصائد التي تطرق عناوين وموضوعات مكررة، فتجد أن قصائدهم ربما، ولا أريد أن أتجنى هنا، تجد أن قصائدهم لم تأتي بجديد. السؤال هنا لعموش حينما يكتب عن الأم، لعموش لما يكتب عن الأب، عن الوطن، ما هي الخلطة، سر الخلطة، السر حينما تتكلم عن موضوعات مستهلكة لكنك تتكلم عنها بلغة جديدة مفاجئة حديثة مختلفة، وقد تكون، وقد هنا للتأكيد، مدهشة جدا. تتناول موضوعات تحدث بها كثيرون لكنك تتناولها بطريقة مختلفة تفاجئ الآخر حتى يصاب بالذهول ويصفق لك معجبا. عن السر حدثنا عن السر يا العموش، تفضل. والله هذه أولا أنا سعيد جدا بهذه الشهادة، هذه شهادة تحملني مسؤولية. هذه ليست شهادة وإنما هذا واقع يراه كثيرون، وليس مصطفى مطر فقط، أنا أتحدث عن التجربة الشعرية. طيب أعطينا السر باختصار إذا بينفع طبعا. نعم، أنا أجزم أن الشاعر لديه عينان، الشاعر لديه أذنان، لديه قلب، ولديه روح.
هذه المناظر التي يراها بعينيه ويسمعها بأذنيه هي تتصفى بالنتيجة في الروح في القلب، ويمزجها الشاعر الحقيقي بذاتيته وبنظرته العلوية، بحيث يعيد صياغة هذه الأمور فلا تكون مجرد أشياء رآها، بل يلبسها من جمال روحه، من جرحه، من ألمه، كمن يكتب على الأم. يستطيع أي إنسان أن يكتب أي شيء عن الأم ويكتب شيئا جميلا، حتى غير الشاعر يستطيع أن يكتب عن الأم كلاما نثريا جميلا، لكن الشاعر عندما يلبس ذلك ثوب الموسيقى، والموسيقى واختيار البحر واختيار الألفاظ واختيار التصاوير ومزج ذلك كله بالعاطفة الصادقة، هذا سينتج خلطة تؤثر في ذات المتلقي، حتى يكاد يقول المتلقي أنا كنت أريد أن أقول هذا، أنا أشعر بهذا، أنا أريد أن أعبر عن هذا لكنني لم أستطع. قال ما وددت أن أقوله، قال ما فكرت فيه، هذا ما يقوله كثيرون يقرؤون لمحمد العموش. الآن سأطرح عليك 5 مفردات وتعطيني تعريفا لكل مفردة انطلاقا من تأثيرها في نفسك، بعيدا عن المدلول والتعريف الذي تشتهر به المفردة. اتفقنا؟ سأطرح عليك 5 مفردات وأعطني رأيك بكل واحدة أو تعريفك الشخصي لكل واحدة بما لا يزيد عن بعض كليمات لا أكثر. البحر الأولى. البحر، نعم. المتنفس. الصحراء. الصحراء. الجذور. المفرق. المفرق القصيدة. طيب المنبر. المنبر الأمانة. والختام الأم. الأم بما تفكر؟ الأم هي الأم، لا تعرف ولا وليس لها. حاول. قل ما تحب، قل ما ترى أن أمك وكل الأمهات، كل الأمهات تستحقه. قد أذكر كتبت قصيدة عندما كنت في دولة الإمارات العربية الشقيقة. نعم. هل هناك وقت لي ذكرها؟ تفضل، أكيد كل الوقت لك. كنت على وشك العودة من السفر من دولة الإمارات العربية إلى الأردن. نعم. وكنت قد أعددت حقائب سفري قبل يوم أو يومين، ثم أخذتني سنة من النوم، فرأيت أن أمي ستسقط من ترتيب المستقبلين لي في بيتي العائلة، وكانت قد جرت العادة أن يكون أبي في رأس الدور، أمي، أخواتي، إخواني حسب سنهم. جاءني هاجس أن أمي ستسقط من هذا الترتيب ولن تكون موجودة. يا الله. فقمت مذعورا وقلت أتيت وليت أنك ما أتيت، وما تغني من الأقدار، ليت تقبلك العيون وليس فيها عيون من مآقيها ارتويت، وتحضنك الصدور وغاب صدر فسيح طالما فيه ارتميت، تصافحك الأكف مثلجات وأنت بغير أمك ما اكتويت، تسرح مقلتيك بكل وجه وإنك غير أمك ما رأيت، محال أن يكون البيت أما وسهل أن تكون الأم بيتا، محال أن تكون محال أن يكون البيت أما وسهل أن تكون الأم بيتا، محال أن يكون البيت أما وسهل أن تكون الأم بيتا، وقلبي جذوة وأفيض زيتا. أعد آخر بيتين يا محمد العموش، لم نمل سماعهما منك. محال أن يكون البيت أما وسهل أن تكون الأم بيتا، تشهدك البلاد وأنت عف وعفت عنك من كنت اشتهيت. الله 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 الله. تشهدك البلاد وأنت عف وعفت عنك
من كنت اشتهيت لماذا لا يضيء سراج عمري وقلبي جذوة وأفيض زيتا. يا الله، ما أجمل هذا الوفاء، هذا الانتماء للجنة الأولى حياة وآخرة الأم. أسأل الله أن يرزقك برها وبالنسبة للأم سيدي صديقي تم تبيتان إذا سمح الوقت لي. لك كل الوقت، لك كل الوقت، ولكن قبل القصيدة أريد رسالة منك موجهة إلى كل من لم ينتبه بعد إلى عظمة النعمة المتوفرة بين يديها ألا وهي الأمهات. رسالة ومن ثم اذهب إلى القصيدة، تفضل. هي يعني أظن الموضوع لا يحتاج إلى نصيحة بمقدار ما يحتاج إلى تذكير. الله. الجميع لا يكاد إنسان على وجه الأرض وأكرمكم الله حتى الحيوانات يعني تدرك قيمة الأم والأب، فكيف نحن الكائنات العلوية الكائنات ذات الروح والقلب الذين نشاهد كم يتعب الأمهات والآباء، وخاصة عندما أصبحنا نحن آباء وأمهات صرت أقول في نفسي أيعقل أن أمي كانت تتحمل كل هذا الألم؟ أن أمي كانت تتحمل كل هذا الأمل في داخلها؟ أيعقل أن أبي كان يخاف علينا كل هذا الخوف؟ أيعقل أن أبي كان لا ينام وعلي حرارة أو نوع من المرض؟ يا الله. ولذلك لا يحتاج إلى نصيحة بما يحتاج إلى تذكير. ولذلك قلت وأجزيت وأوفيت والله. ولذلك قلت كنت ذاهبا إلى أمسية شعرية وكانت عادة أمي دائما تكثر الاتصال فيه. نعم. للإطمئنان علي، فذات اتصال أنهيت المكالمة معها وارتجلت بيتين وقلت درع يصد عن المواجع نبلها، درع يصد عن المواجع نبلها وتمد للحلم المؤجل حبلها، فبفضل حقك أن تزيد بعمرها وبحق جودك أن أغادر قبلها. يا الله يا الله يا الله، أعد أعد بالله عليك، أعد أعد مجددا. درع يصد عن المواجع نبلها وتمد للحلم المؤجل حبلها، فبحق فضلك أن تزيد بعمرها وبحق جودك أن أغادر قبلها. فبحق فضلك أن تزيد بعمرها وبحق جودك أن أغادر قبلها. يا الله ما أجملك محمد العموش، والله شعرك لا يمل ونثرك وحديثك كذلك فيه من الشجون ما فيه، لكن كل بداية جميلة لها خواتيم تعدنا بما هو أجمل. أريد الختام أيضا أن يكون شعريا، أترك لك الفرصة والمجال لتختار الختام كما تحب وتختار القصيدة التي تحب وتجدها تصلح مسكا لختام هذه الحلقة من بيت القصيد. اقرأ ما تحب في الختام، تفضل. في الختام أريد أن أشكرك شخصيا صديقي وشاعرا الراقي. أنا سعيد جدا أنك شرفتنا ونورتنا بهذه الحلقة، للأمانة أنت شاعر متميز ويعتز بتجربته ولنا كل الفخر باستضافتك. اقرأ القصيدة قبل أن نذهب إلى السؤال الأخير، ولن تتهرب من سؤالي إلى القصيدة حتى نذهب إلى السؤال الأخير، تفضل. لجمهور الشعر العربي من المحيط للخليج أقول حبيبنا تسلم، تفضل. ذكرتك ناسيا بيني وبيني، فهبت للوفاء دموع عيني، ولولا الشامتون وباصطلاب وعزة شاعر لقضيت ديني، جمعت من العجائب صبح خد إلى شفق يذوب بوجنتين، وشعرا فاحما شلال كحل تحدر في جبين من لجين، أخاف عليك من سيف الثنايا إذا عضت شهية توتتين، أخاف عليك من سيف الثنايا إذا عضت شهية توتتين، ففيك من السلاح سهام هدب ورمح القد قوس حاجبين، وفيك من السلام هدوء أم لطفل
نام بين الرضعتين، وفيك من الجمال دلال طفل وحيد بعد عقم الوالدين، وفيك من الجلال مشيب شيخ توضأ بالدموع لركعتين. الله الله الله، يصل الصوت صديقي؟ ما هذا السحر يا رجل؟ وفيك من الجلال مشيب شيخ توضأ بالدموع لركعتين. إيه؟ أنا الأردن نهر من حروف وروح قصيدة في الضفتين، ولي من سمرة الدلتا جبين بعزة نخلة في الرافدين. الله. وبي حر على برادا كأني سفير الشام بين الطعنتين. يا الله يا الله، ما أجملك يا العموش. ذكرتك عامدا بيني وبيني على شبق الدموع فخمت عيني. إيه؟ ختمت بك القصيدة فاقرأيني كبسم الله بين السورتين. ختمت بك القصيدة فاقرأيني كبسم الله بين السورتين. أنعم به من ختام شعرنا محمد العموش، ولن أعفيك من رسالة قصيرة إلى الأردن الذي تحب. ماذا تقول؟ الأردن الحبيب، الأردن الذي نبت فيه شاعراً وحملته معي إلى الدنيا كلها. قرأت شعراً في الخليج في مسابقة أمير الشعراء في إسطنبول في المهرجان الثاني الذي أقامته الجمعية الدولية للشعراء مشهورة. قرأت شعراً في الإسكندرية، في ماليزيا، في أستراليا، في بريطانيا، وكانت بوصلتي الأردن. يعتز بك الأردن. لكنني للأمانة أسجل عتبا على الأردن الرسمي، ولي أبيات من قصيدة لا أدري. والله لما يعني نفد الوقت يا أستاذ محمد العموش، اسمح لي أني أعتذر منك. الأردن، الأردن الحبيب، الوطن العظيم الذي أحمله معي في حقيبة قلبي في كل سفر، عزيز على قلبي، وأسجل أيضا مرارة على الأردن الرسمي. ستزول هذه المرارة حتما ما دامت هذه الروح حية فيك، ستزول هذه المرارة. اسمح لي، للأسف انقضى الوقت، ونكتفي بهذا القدر. أستاذ محمد العموش الشاعر الأردني، وإن شاء الله ستتجدد مثل هذه اللقاءات العذبة الجميلة. مشاهدينا الكرام، يتجدد لقاؤنا وإياكم بإذن الله في الأسبوع المقبل. دائما تكونوا بخير، إلى اللقاء.